وقصتنا الجاية حصلت داخل أسوار جدة القديمة. نعرف أن الحجاز ممتد إلى قريب تبوك وجنوب وشرق، لكن تحديدا قصتنا اليوم أخذناها من داخل أسوار مدينة جدة. كيف كان الناس عايشين؟ كيف الأمور الاجتماعية؟ وش سبل العيش من أول وفي ذيك الفترة؟ عن رجال يقال له صالح ومتزوج من مرة اسمها عزيزة. صالح وعزيزة خيرين طيبين، ما هنا بزين منهم، لكن فيهم عذريب بسيط أنهم صحيحين، يعني فهمهم على قدهم. وأهم سلبية فيهم يهتمون بكلام الناس، يأخذون بخاطر الناس، لا يقولون عن الناس وش بيقولون وش بيتكلمون، انتبهوا لا يدرون.